بدري حاضر بوينا بالمناسبة روجي بإيزي من المنظمة دخل العراق الصحيحة فلاك تشيكريا وقال لك يمشي ممنش بري نهجي قسمي ولادة بردية نهو قسمي دعم النفسي بردية إش هم مبارا وبالأخص إدحاء داعش إش ناجي أدارة. قامت منظمة مدخل العراق الصحي بالتعاون مع البي أل سي بإقامة حفل بمناسبة عيد الصيام في سنجار للإخوة اليزيدية وكان ذلك الدعوة عامة للجميع في يوم 16/12 حيث كانت الاحتفالية مليئة بالأفراح مليئة بالمسرة جمعت قلوب كانت مليئة بالمحبة حيث كان الموقع في مركز الجندر اللي هو التابع للآي هاو الذي هو ضمن من مشاريعنا هو أحد أجزاء مشاريعنا اللي في سنجار حيث بدأت منظمة مدخل العراق منذ الشهر الثالث سنة 2018 بالعمل داخل هذا القضاء. أمن أدماء مدخل العراق الصحية مع احتفالية تشيكريا من أسرار وجيب إيزي عيدا إيزي همو كافيرو إيزي ومركز أكل الشنقال لفاكية داخل الشنقال مع الجائد نفسي في مقاسة بحاية 13 وقال لك نشاط النتيجة البيدري هينا ما دورة قراتية بحيرية ودورة كمبيوتر ودورة إنجليزي وقال لك دورة ديويش البيدري فابن أما مدام قال لك إن ساعة داخل كيف الشنقال وكان داخل الشنقال شو قال لك فعلا لي بوينا.